استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود ورؤساء مجالس إدارات شركتي الاتصالات السعودية والكويتية، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. هذا وقد أهدوا سموه حفظه الله قفل ومفتاح باب الكعبة المشرفة لهذه المناسبة. حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.